لكن بعد 2003 الوضع القضاء العراقي تغير مثل ما تغير كل شيء في العراق. فالقضاء أيضا يعني تحت ضغوطات وتهديدات، ويعني القاضي العراقي ماكو جهات معينة تهدده وتهدد عائلته وأهله، فيتعرض إلى ضغوط، فهو مجبر أنه يتخذ قرار في بعض الأحيان قرارات هو أصلا ما مقتنع به. بمعنى هذا اللي خلى مثلا الاتحادية، محكمة الاتحاد تتخذ بعض القرارات، يعني هذا موضوع آخر. فبتقديرك أنه القضاء العراقي يقدر يحاسب مسؤول أحد الفصائل المسلحة في العراق؟ ماكو هيك شيء، يعني لأن القاضي هو رجل قانون ورجل مدني، منو اللي يحمي؟ المفروض الدولة لازم تحمي. هل الدولة العراقية في وضع أنه يستطيع حماية القضاة؟ أنا أشك بهذا الشيء، عندي شك. وأنا كنت يعني ابن السلطة التشريعية وأعرف ومشتغل في بغداد، ونعرف الأمور كيف تصير في هذا البلد. فأنا أتمنى أنه إحنا في العراق نوصل إلى حالة يعني نعيد إلى القضاء العراقي هيبته.